السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله أنكم تمام والأهل كويسين. دائما والله يجيبكم الخير والرزق والنجاح والفرح والتوفيق، كل أنواع النعم لكم قبل ما يجيب لنا، صحيا، نفسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، أمريا، روحانيا، ثقافيا، معنويا، كل أنواع خير ورزق يجي لكم قبل ما يجيبنا. نجاحكم في الدنيا ونجاح لي في الآخرة سلم إيديكم وقلكم. دائما نذكر أنه الله يحبنا أكثر شيء من حبنا لله، من حب كل الناس. سلم إيديكم وقلكم. وفي طرق كتير أنه الله يحبنا، أن الله يحب الصابرين، أن الله يحب المحسنين، أن الله يحب المتقين. الصبر أنواع والإحسان أنواع. نصبر على كل الناس، على الأهل، على الجيران، على الأعداء، على الوضع الصعب، على المرض، أي شيء بلاء بيكون حلو من عند ربنا عشان نقدر نصبر وربنا يحبنا. والإحسان أسهل، ما بيكون في بلاء، بيكون احنا عندنا شوي قدرات مالية، قدرات معنوية، قدرات عضلية، قدرات عمرية، حسب عمرنا، حسب اي شيء، حسب اللي عندنا قدراتنا نساعد الناس. احسان، احسان بصدقة، احسان بدعوة، احسان بنية حلوة، احسان بنظرة حلوة، كمان ابتسامة، هذا اقل شيء. مرات ما فينا نساعد كل الناس، يعني احنا بنحب كل الناس بس صعب نساعدهم، لا ماديا ولا معنويا ولا نشوفهم. على القليلة ننبسط لما هم ينبسطوا، على القليلة ننبسط بنجاحهم، اذا هم نجحوا يعني كأنه احنا نجحنا. يعني دائما نتمنى الخير حبا لله وطلبا لرضاء الله. وقلنا احسن اصلا طريقة الاحسان والصبر على كل الشغلات هاي. والاحسان قلنا احسن، يعني خصوصا لما تحسن لواحد انت اذيته، يعني هو انت احسنت له وبعدين هو اذاك وانت بعدين صبرت عليه. يعني احنا نحسن لناس فجأة بيأذونا فبنصبر عليهم، فهذا بيكون صبر مضاعف. سلم اليكم وقلكم. دائما بنقول لكم الله يجيبكم الخير، ودائما بنذكر الله انه يحاول يساعدنا. واول شيء قلت لكم الكلام موجه الي انا نفسيا، انا اكثر واحد مريض نفسيا، عقليا، اخلاقيا، مريض جسديا، فبحاجه الى الدعاء. وان شاء الله احنا مع بعض دنيا واخره. سلم اليكم وقلكم. اهم شيء ننظف قلبنا، ممكن ننظف جسمنا، شعرنا، نطور، نكون مميزين بكل شيء، بس أهم شيء نتميز بحبنا لله، ومنه من خلال حبنا